إذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس. لا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، برحب النهاردة بالأستاذ هاني شلبي، مستشار وصحفي بالأمم المتحدة بكندا، علشان يوضح لنا بعض الحقائق بخصوص قضية أولادي المودعين في دار الأيتام. بداية أحب أوصل رسالة لكل الناس. أنا نهى السيد غادة صابر فيليب، سابقا صدر لصالحي قرار في القضية رقم 386 لسنة 2019 حق منازعة حضانة صغير شمال وجنوب أسيوط الكلية لشؤون الأسرة، بتسليم الصغار في برونيا وجرجس وبيتر وبولا. ورغم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ هذا القرار، إلا أن والدهم أخفى الأطفال وتم إيداعهم بدار أيتام بالقاهرة، واللي أكد كلامي ده التسريبات اللي عرضتها بالقناة سابقا، واللي أثبتت بدورها تورط الكنيسة مع والد الأطفال في تعمد إخفائهم باعتراف المنصرين من خلال التسجيلات الصوتية اللي تمت بيني وبينهم. ولجأت إلى متخذ القرار والجهات المعنية بتنفيذ الأحكام، ولكن دون جدوى. وبما أني أم زي أي أم بيهمها مصلحة أولادها، طالبت بولادي علشان مصلحتهم في أنهم يتربوا في جو أسري وفي جو يتربوا جوه بيت، بدل من أنهم يكونوا في دار أيتام وهم مش يتامى. وعلشان أنا الأم ويهمني مستقبلهم واستقرارهم النفسي، بوجه رسالتي دي لأصحاب الشأن والمسؤولين عن إيداع أولادي في دار الأيتام، سواء الكنيسة أو والدهم، إنهم يسمحوا للأولاد بالرجوع إلى المنزل وإقامتهم مع إخواتهم البنات في الجو الأسري اللي اتربوا عليه من صغرهم. وإذا كان في مخاوف من إني أوصل لهم وأخدهم بأي شكل، تقدروا حضراتكم تغيروا البيت أو تغيروا المحافظة كلها لو تحبوا. فأنا يهمني مصلحة أولادي أولا وأخيرا، والدليل إني خايفة على مصلحتهم مغيرت لهمش أسمائهم ولا ديانتهم، والقانون بيسمح لي بكده. بس أنا يهمني إن الولاد ما يكبروش على حاجة هم مش عايزينها، وخاصة إنهم موجودين في دار أيتام اللي معظم الناس عارفة بيتعاملوا فيها إزاي. وطبعا الأستاذ هاني شلبي على دراية باللي بيحصل في دور الأيتام، وكمان لو حضراتكم حبيتوا تبحثوا في اليوتيوب وكتبتوا الانتهاكات في دور الأيتام هتشوفوا العجب، وساعتها بس هتعرفوا كمية الألم النفسي والمعاناة اللي بمر بيها. وأحب أقول كمان رسالة لأي حد بيظلمني ويقول الولاد مع أبوهم أفضل، أقول لهم إن كلامكم ده مش حقيقي. حتى لو كان حقيقي أقول لكم مش لما يبقوا مع أبوهم الأول، دول ممرمطين في دار أيتام، حسبي الله ونعم الوكيل. وإذا كان أبو الأولاد وداهم دار الأيتام علشان يرتاح من مسؤوليتهم المادية، فأنا على استعداد إني أتكفل بدفع مصاريفهم الشهرية وأعمل كل ما في وسعي علشان أخلي ولادي يعيشوا كويس مع أخواتهم، لأن فيما يبدو إنك واخد الموضوع ده سبوبة علشان ترتاح من مسؤولية ولادك وعلشان كمان تعيش على قفا أطفالك. عايزة أقول لك خليك راجل ولو لمرة واحدة في حياتك، ولم ولادك في بيتك، وبلاش استعطاف الناس علشان تلم فلوس على ولادك. أنا متكفلة بمصاريفهم مهما حصل ومهما عانيت، وده كله في سبيل إن ولادي ما يتربوش في دار أيتام ويعيشوا عيشة سوية مع أخواتهم في البيت بدل من دور الأيتام اللي الأستاذ هاني هيكلمنا عنها دلوقتي. اتفضل يا أستاذ هاني، وقول لنا حضرتك رأيك في الموضوع ده، وقول لنا إزاي دار الأيتام واللي بيحصل فيه. في البداية بحيي حضرتك طبعا على موقف مش جديد على اي ام، يعني اي ام بجد، مش اي ام كده وكده، انها تعمله التنازل عن الاطفال لو كانوا هم شايفين ان انت اخترتي اختيار خاطئ او انت سبب في هدم الاسرة او الى اخره من الشماعات. فاتوجه بالزوج او الطليق ان هو السبب في هدم الاسرة تماما، وان هو السبب في تشردها. وكما يعلم القاسي والداني ان انا ذو خلفيه مسيحيه والآلة ديني،
ولما بتكلم بتكلم على خبرات بجد. آسف للكلام اللي هقوله، وآسف للذكريات المؤسفة والانتهاكات الواضحة اللي أنا هقولها وهشهد بيها شهادة حق، أنا لا مع حضرتك ولا مع المزعوم، لكن أنا مع أطفال بيتم انتهاكهم في كل دقيقة. يعني إيه مثلا والدتهم عايشة والدهم عايش، ونبتدي نبص على موضوع اصل دول هيأسلموا وكأنهم هم الخطر. طب ما انت ما خدتيش البنت فيبرونيا لما رفضتك، انت احترمتي رغبتها وقرارها وسبتيها. فاذا هو ليه مركز مع 3 اطفال هم ليهم الحضانة وبيحطهم في ملاجئ، مش في ملجأ واحد، في عدة ملاجئ اقل ما يقال عنها ان درجة الهيجين فيها زيرو. ما يسمع يعني ما حدش يستنضف يحط فيها حيوان جوه سكن. معلش اسف وما بضغطش على حد، انت كده كده خلاص اعلنتي التنازل لاجل مصلحتهم الشخصيه، بس احنا بنناشد وبنشهد الجميع على الاتي: اولا في اللي بيناموا على الارض، ثانيا في اللي بيناموا على مراتب سفنج، ولو حصل حاله تبول او حاجه زي كده، وممكن 2 بيناموا جنب بعض، بس لو حصل ان واحد لوحده نام، وحصل مثلا ان هو طفل صغير صار منه تبول، بيتم تعنيفه في الملاجئ ده هي وبيشيلها على دماغه. مفيش غيارات، مفيش نظافة، كلهم بلا استثناء اللي بيشتغلوا في ملاجئ مرضى نفسيين وعقليين، ويهمهم في الاول وفي الاخر افراغ الطاقة السلبية والعنف الغير مبرر والمبالغ فيه على دول، على يعني على هؤلاء الضحايا. للاسف ما بيطلعش الملاجئ عمرها ما طلعت لنا حد زي مجدي يعقوب، ولا طلعت لنا حد نقدر نقول عليه يشار له بالبنان. اللي بيطلعوا من الملاجئ مرضى نفسيين وانسان وبشر محطبين. انا كنت خادم في فتره من الفترات لغايه سنه 2013، بدات الخدمه من سنه 2008 لغاية 2013 قبل ما اسيب مصر. للأسف كل التجارب اللي شفناها في الملاجئ كانت تجارب مرة، كانت تجارب صعبة، ما شفناش غير حالات تعدي صارخ. وللأسف مهما نجيب في أكل، مهما نجيب في مستحضرات نظافة، مهما نجيب من ملابس، هما متفننين. يعني في منهم اللي بياخد الحاجات دي يبيعها، وفي منهم اللي بيفضل حاططها محتفظ بيها ما بيديهاش للاطفال غير لما الاكل يبوظ وبعد كده يديها لهم. وده ما حصلش في ملجأ واحد للاسف، ده حصل في اكتر من 14 ملجأ موجودين في القاهره. انا بنفسي زرتهم، ومش في مناطق شعبيه، لا كان في كمان في مصر الجديده. يعني كل اللي هطلبه من الزوج: كون اب، كون اب، مش عايزين منك اي حاجه غير ان انت تكون اب، كون اب. الزوجه بتتعهد قدام الجميع وبتقول لك: خدهم عيشهم، خدهم عيشهم مع 3 اخوات بنات، هم يشيلوا اخواتهم. ومش بس كده كمان، لا دي في لفته رائعه انسانيه يا سيدي، محدش هيعرف عنك حاجه بعد كده. ممكن تبقى السيده غاده سابقا نهى حاليا، المهم ان هي ام مالهاش علاقه بالاسماء، هتتعهد بتسليم مبلغ مالي لحضرتك عن طريق البريد، لا تشوفها ولا تشوفك، بس تصرفه على عيالك. عايز اوجه حضرتك لنقطتين. النقطه الاولى للسيده نهى السيد او غاده صابر فيليب: الحق القانوني في تغيير ديانتهم واسمائهم، وهي رفضت ده عشان مش عايزه تفرض عليهم حاجه، وتقدر تاخدهم وانت عارف ده كويس، فتوقف عن التجارة. لان بالاعلان ده، وهو ده اللي انا عايز انبهك ليه، اللي كان بيدفع لك امبارح واللي كان بيعضدك امبارح هيتوقف، هيقول لك خلاص مراتك اعلنت استسلامها، مراتك قالت لك خد عيالك وربيهم عندك، فما فيش مبرر لحضرتك انك ترميهم في ملاجئ. بتكلم كأب، مش بتكلم كحد عايز اطلع على قناة، ولا حد عايز اقول مسكت عليكم واحدة وحركة لا انسانية، بس بتكلم كأب كإنسان
مش كمنصب في الأمم المتحدة، مش كصحفي بسجل حدث، لا خالص، بتكلم كإنسان وكأب. أرجوك اهتم بالأولاد، أرجوك ربيهم، لأن محدش هيفتكر غير أن أنت الوحيد اللي أخطأت في حقهم. بعتذر يا سيدة نهى، وبقول لك نتمنى أنه هو يسمع لو كان عايز يسمع. والله أنا بتمنى أن الرسالة دي هو يسمعها، لأني خلاص أنا قلت خلاص الولاد يطلعوا من دار الأيتام منعا للانتهاكات النفسية اللي بتحصل معاهم في سبيل أن هم يرجعوا يقعدوا مع أخواتهم البنات. أنا مش طالبة حاجة غير كده، وأنا أعلنت أن أنا متكفلة بمصاريفهم الشهرية، هبعتها له وهبذل قصارى جهدي على أني أوفر مصاريف ولادي في سبيل أن ولادي يطلعوا من دار الأيتام. بس مش عايزه اي حاجه كده. قرار شجاع، لان مفيش ام بتتنازل عن ولادها، بس ده قرار شجاع جدا. يعني هو انا مش تنازل، هي تضحيه يا اخ هاني، هو مش تنازل بقدر ما هي تضحيه. انا ما قلتش كده، يعني مفيش ام هتتنازل عن حضانتها اللي كفلها لها القانون والدستور، والمفروض ان احنا انتوا في دوله قانون يعني، الا اذا كانت فعلا ام بتقول له، يعني زي قصه سيدنا سليمان اللي هي سليمان المعروفة، اللي هي الأم اللي قالت خلاص ما يبقاش ابني عشان بس ما يتدبحش أو ما يتقسمش النصين، كلكم عارفين القصة دي. فنقدر الشجاعة دي ونتوقف عن سن ألسنتنا، وإن أمهم هتخطفهم I think إن الحال أفضل من وجودهم في ملاجئ، الحال أفضل من نومهم على الأرض. وأي حد يعرضك، أتمنى في أي محافظة في القاهرة، في أي حي، في أي محافظة في جمهورية مصر العربية، في أي حي في المحافظة اللي هو فيها، يدور على أقرب ملجأ ويخش مرة واحدة ويقول لنا شاف إيه جوه. كونوا بني آدمين قبل ما تبقوا جلادين. ده آخر كلامي. طبعا في النهاية بتوجه بالشكر لحضرتك يا أستاذ هاني، ويا رب رسالتنا تكون وصلت، وإحنا مش عايزين غير الصالح العام. يعني أنا اضطريت إن أنا أطلع النهاردة أقول كلمتي علشان الناس تقدر أنا قد إيه بتألم وبتوجع إن ولادي موجودين في دار أيتام زي كده، وهضحي وهقول أنا خلاص هكف إيدي عن البحث عنهم إلى حين يرجعوا بس الولاد ويعيشوا مع أخواتهم البنات. بس دي كل طلباتي، أنا مش طالبة حاجة غير إن الولاد يعيشوا عيشة كريمة مع أخواتهم في جو أسري. لعل وعسى كلامنا يصيب الهدف ويحس المتشبهين بالبني آدم يحس. ممكن أقول أضيف حاجة أخيرة قبل ما نقفل؟ أنا متابع قصة حضرتك بقالي أكتر من سنة ونص، وأنت كنت على تواصل وكنت بتجيبيلي عناوين الملاجئ. أيوة حصل. يعني معنى ذلك يا أبوهم على البطاقة، لو كانت السيدة نهى أخفقت إنها تجيبهم بسبب تنقلك في عدة ملاجئ، فهي قادرة إنها تجيبهم في أي وقت، لكن هي اللي مش عاوزة عشان ما تسببش للعيال تشتت وتشرد وكأنهم هربانين من جريمة وهم مش عاملين جريمة، ده مجرد أم بيطالبوا بعيالهم. لكن هي بتقول لك انت حر دلوقتي، بعيد الرسالة مرة تانية، السيدة نهى أعلنت تنازلها، هي مش متنازلة عن الأمومة طبعا، بس هي أعلنت تنازلها عشان ما يتربوش في ملاجئ، خدهم ربيهم في بيتك، تروح بقى من محافظة تانية، تروح تجيب شقة تانية، أظنك جنيت فلوس في خلال الثلاث سنين دي من المعونات اللي كنت بتاخدها على قفاهم. اتفضل روح في سكن تاني وانقل ولم ولادك في حضنك لو انت أب صالح. أكرر تاني، أنا متكفلة بمصاريف ولادي الشهرية، قول لي ولادي هيصرفوا كام وأنا متكفلة بمصاريفهم، لو انت هتقبل مفيش مشكلة، بس ده كله ده في سبيل ان ولادي يطلعوا من دار الايتام ويقعدوا مع اخواتهم البنات ويعيشوا جو اسري. بس ربنا يوفق للصالح، ونتمنى باذن الله. وبشكرك كتير جدا، وليا الشرف ان انا طلعت مع حضرتك، وبجد بامانة انا ما بطلبش غير ان الولاد يرجعوا مرة تانية.
عفوا يا استاذ هاني، بارك الله فيك، اشكرك وانا متشكره جدا لان حضرتك ابرزت حاجات يمكن كانت غايبه عن الناس، وفاكرين ان دور الايتام دي مكان فيه رحمه وفيه انسانيه وبيحتضن الاطفال اي حد يروح ملجأ. عايز ده اللي طالبينه. ما تاخدوش كلامي كانه ثقه، شككوا في كلامي وتفضلوا طبوا دلوقتي على اقرب ملجأ انتوا جنبه. ما انا قلت ابحثوا على النت حتى لو مش عايزين تنتقلوا، اكتبوا بس في السيرش. النت كذاب، النت كذاب، انزل شوف بعينيك. وبعدين حتى لو الملاجئ قصور، مع ان ده مش صح، كلمه يتيم وابوه موجود ووالدته موجوده دي صعبه. الام خلاص قررت انها تتوقف عن المطالبه بيهم عشان خاطر ما تبقاش الحجه ولا ده الشماعه اللي المدعو ابوهم يفضل يتشدق بيها. في النهاية حسبي الله ونعم الوكيل، فوضت أمري إلى الله. أشكرك يا أستاذ هاني، شكرا. أشكرك، مع السلامة. مع السلامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.